وقعت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدين مع شركة تركية لاستثمار معمل سمنت حمام العليل القديم والجديد ومعمل سمنت الفلوجة الأبيض بعد مباحثات ودراسات بين الجانبين استمرت لأكثر من 6 أشهر. وذكر مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي أن الشركة عرضت عددا من معاملها 18 كفرصة استثمارية وفق قانون الشركات العامة، وشكلت بموجبه لجنة لدراسة العروض واختيار الأفضل منها.